أمير عبد الله من شركة ستيب باي ستيب. بالنسبة للجامعات، المطلوب ايه للطلاب عشان ينتخبوا الجامعات اللي في اسبانيا؟ الجامعات اللي بتتعاونوا معاها ومع مصر، هي الجامعات كلها بتقع في اسبانيا. تمام. الشروط بقى للالتحاق ايه، وازاي الطلبه تقدم؟ مبدئيا هم الجامعات اللي احنا متعاقدين معاهم في اسبانيا هم تولوز بيزنس سكول وجنيفا بيزنس سكول وانسا بيزنس ماركتنج اند كوميونيكيشن سكول، في جلوبال بيزنس سكول وحاجه كمان كارلوس مدريد. الخمس جامعات دول فيهم ميجرز كتير جدا، مينلي بيزنس. الريكويرمنتس بتختلف من شهاده للتانيه، يعني هل الطالب هو امريكان او اي جي او ناشونال، على اساسه بنبتدي نحرك الطالب على الريكويرمنتس اللي احنا هنحتاجها منه عشان نقدم له في الجامعه اللي هو مختار بالميجر اللي هو عايزه. يعني فور اكزامبل الامريكان بيحتاج ترانسكريبت بجي بي اي اوفر 2.4، الاي جي بيحتاج 8 او ليفل، الناشونال بيحتاج فوق 65%. طبعا بجانب ده بنحتاج منه ايلتس او تويفل اللي هو بيبقى بروف ان هو بيعرف يتكلم انجليش وهيفهم الدكاتره هناك في محاضراته. بس في طب جي بي اي معين، جي بي اي معين، ما هو الجي بي اي بطلبه من الامريكان ستودنت بس ان هو يكون جاي فيه فوق ال 2.4. شكرا جدا. تحت أمرك، تفضل.